فكرة الرسم على الجسد مش فكرة جديدة بالنظر إلى تاريخ الوشم الضارب في قدمه، إلا أن التاتو بعده مستهجن عند البعض، خاصة إذا كان على جسد الفتيات. فكان بالحرير لما بتكون اللي بتمتهن هذا النوع من الفنون هي أيضا شابة من الناصرة. صحيح مصطفى وماريانا، زعاتري تبدع في رسم الوشم وتمتهن هذا المجال من فترة، لا تحترف وتتميز برسوماتها وإتقانها، وهيك عم نشوف على الشاشة أيضا صور من عملها. واليوم رح نحكي مع ماريانا على كل ما يدور حول موضوع التاتو خاصة عند الفئات الشابة. مساء الخير يا ماريانا، وأهلا وسهلا فيك. شادي ندم على التاتو بالأول؟ عادة لما بندم شخص أسماء كان محطوط على الشاشة أكيد الناس لما شخص بحط بوشم بمرق فترة معينة من الزمن وبحس بالندم أو بإجراء تعديل، قد إيه الأمر ممكن وكيف؟ اليوم التكنولوجيا تقدمت، صار في ليزر اللي هو بمحل تاتو. ممكن الناس اللي عملت تاتو كتير قديم اللي تندم عليه بعد وقت وتيجي بدها تمحى، وفي ناس كمان للأسف الشديد بتعمل تاتو ممكن بعد أقل من سنة تندم إنها عملته وتيجي تقرر إنها بدها تمحى. غير المحي في على فكره كمان طريقه انه تغطي التاتو بتاتو ثاني اللي هو اكبر منه، اللي هو بدك تاتو مع الوان اكثر، مع الوان اكثر، لون اسود اكثر، تفاصيل اكثر. مش دائما، مش الكل بينجح انه يغطي تاتو بتاتو، وحتى الليزر مش دائما بينجح انه يقيم التاتو. كثير لقاءات كثير لحظه، لانه لما قلتي بيوصل عشان بدهم يمحوا، كانه هاي حقيقه الكل بيقدر يوصلها. فعليا المحي هو مش دائما بنجح، يعني مش عمليه ممكن تكون مضمونه النتائج. اسمع، بقدر اقول لك انه ما فيش جواب لهي الشغله، فيش جواب انه في ليزر بمحى تاتو محي يعني على الاخر. في لقاءات كتير، في يعني اذا ترجع لورا بدك تسال اللي جاي بده يمحى تاتو، انت وين عملت التاتو، شو نوع الحبر اللي حط لك اياته، قد ايش صار له وقت معمول، قد ايش عميق بالجلد فات. كتير اسئله عشان تقدر انت يعني تعرف ايش يعني تعطي جواب. بس فيش شيء يعني قاطع. فيش شيء قاطع لا. بالمره. بس وين تبين اذا احنا رايحين لمحل رح يحذف التاتو ولا لا؟ لقاء ثالث رابع يعني بصير ببلش في نتائج من اللقاء الثاني او الثالث، ببلش يبين انه في نتائج، بس انه برضه مش يعني مش قطعيا يعني مش بشكل تام. وانا كان قصدي بس ممكن كمان يعني في كمان يعني ناس، انا يعني بديش يعني انه يعني بدي احكي شيء اللي هو صح، انه ممكن الواحد بس بده يدفع كثير 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 مصاري عشان يمحاه على الاخر، اضعاف سعر التاتو. طيب وانا من شو بسمع من محيطي عاده موضوع الاسماء، يعني اللي بيعمل وشم على اسم مرات بوصل لمرحله انه بده يقيمه او بده يرسم. هي اصعب شيء موضوع الاسماء، التاتو على اسم هذا صحيح للناس ما يخطوش خطوه متهوره ابدا 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 بنصحش. بس اليوم في رموز ممكن الواحد يحطها، انه اذا ندم او اذا مثلا واحد بده يدق وحده تدق اسم خطيبها واسم صاحبها، انه لقدام عن جد بكره بنعرف شو بصير معنا، فاذا ندمت يكون يعني في حل له. ممكن الواحد يحط رمز، تاريخ، يا عمي حدا فاهم الاشي، اي اشي يعني غير الاسم يعني ضل اهون من اسم يعني. تستعجلوش بالاسماء. نحكي عن الجيل الصغير، عاده بنعرف انه الشباب ومن مرات يعني بمرحله الجامعه بيكون في نوع من اقبال بحياه جامعيه، وجود الشباب في دوائر هيك مختلفه بتخلي الناس تقبل على وشوم، على تقليعات مختلفه. بس قد ايه في جيل اصغر اللي بيبدي رغبه حتى لو ما بتنجحوا ترسموا له او ما بتقبلوا ترسموا له؟ قد ايه 16 17 15 عم بتوجهوا لكم؟ كثير كثير في بنات صغار، للاسف انه كمان يعني جيل بالمره مش واعي، يعني اللي مثلا بده اوكي بتيجي مثلا صبيه صغيره خلينا نقول انه عمرها 15 سنه بدها تعمل تاتو، طب ايش بدك تعملي؟ مش عارفه، حابه ورده، حابه فراشه، حابه اسم امي، حابه اسم ابوي. من هون منبلش نشوف الإشي اللي فيه شوعي، إنه إحنا منشوف بس الحسنات فمنشوفش السيئات. صحيح. للأسف الشديد إنه أطوال كتير صغير من الجيل الكبير، وللأسف يعني التيك توك، الإنستغرام، هاي عوامل مؤثرة كمان على هاي الأجيال واختياراتها. ماريانا، مهم هيك نتطرق كمان لكل موضوع الحساسيات، لأنه يعني واحد من الأمور اللي بيكون في تخوف على الأجيال الصغيرة إنه مرات يعني ممكن التاتو يعمل عواقب إن كان على الجلد أو على الصحة العامة. شو الفحص اللي بنعمل قبل؟ شو ينصحك الشخص قبل ما يقدم على احنا الوشم؟ لما بتيجي مثلا لما بيجي شاب او صبي بده يساوي التاتو، اول سؤال اذا في حساسيه، اذا عنده امراض بالجلد، اذا عنده شغلات اللي هي ممنوعه من ناحيه طبيه انه يعملها، اي شيء، اي مرض ممكن يكون مثلا سكري، مثلا حساسيه باي نوع معين. انا شخصيا يعني عن حالي بطلب ورقه من دكتور انه في امكانيه انه نعمل تاتو، او ممكن كمان طريقه ثانيه اللي هاي يعني مش دائما بتنعمل، ولكن انا لما بحس انه في بني ادم اللي عنده
ممكن يكون حساسية أو عنده إشي أو هو بدهش يحكي، لأنه في ناس كتير بتحبش تحكي لأنه بتحبش إنه ينقلها. لا يعني هي جاي بدها تعمل وتروح، ففي فحص اللي هو تستر صغير اللي إحنا بنعمله بنشوف إذا في حساسية على القليل من الخمر، اللي هو شوي بنجرح الجلد بنحط نقطة حبر بنشوف إذا بصير في أي عوارض لل. طيب هذا كيف أنتوا كمهنيين ومهنيات تطلعوا علينا كناس بيجوا بأخذوا هاي الخدمة بهي رسم تاتو؟ أنا كشخص بدي أخذ بدي أعمل وشم، عشو لازم أطلع لما بفوت على المحل؟ عشو أول إشي على البيئة، إذا المحل إذا وين محطوط، أول إشي الإبرة جديدة، تاريخ الأبار، تاريخ الحبر، البيئة قديش أطلبها يعني. أنت تضايقش إذا بقول لك ورجيني التاريخ؟ طبعاً طبعاً أنا شخصياً عن حالي كل يعني حدا بفوت التعقيم بيكون قدامه على الآخر، عندي أنينة الكحول دائماً موجودة، وحتى في كمان مواد تانية اللي هي للتعقيم، فدائماً حتى الكوابل تاعون المياجن أنا كلها بعقمها، الطاولة كل ورق جديد، كل أشياء اللي هي معقمة بتكون أصلاً كلها بنايلون، الإبرة بفتحها قدام الزبون، الحبر قدامه بنفتح بنحط بكل أشياء جديد اللي هي بتكون يعني كلها نظيفة وجديدة وجاهزة، كله بنفتح قدام الزبون، وكل هاي العملية بتتم قدام يعني الصبية أو الشاب اللي بدهم يجوا يعملوا لزبون. طبعاً النصيحة الأهم كمان، لأنه اليوم يعني اختيار الشخص اللي يعمل هذا الوشم اللي راح يرافقنا على ما يبدو لكتير سنين كمان مهمة، شو أهم نصيحة بتقوليها للأشخاص غير قصة التعقيم والاهتمام إنه الإبرة تكون جديدة وما إلى ذلك؟ إنه لما يجي بده يعمل تاتو، إنه أنا إيش أنصحه؟ يعني يكون مختار قبل على سبيل المثال، دائما في هاي الحيرة، بدي بديش مش عارفة مش مقررة. تاتو اللي يكون له اختاره تاتو مش حلو، واليوم كله مسموح واليوم كله حلو واليوم فيش حدا مش عامل، بس لما تختاروا تاتو اختاروا اشي اللي ما تزهقوهش، اشي له معنى، اشي خليكم على محل بجسمك بتشوفوش انت كله. ايوه بالضبط، جاد احكي لك سرقتها من تمي، جاد اقول لك انه حطه على محل اللي انت ما تشوفوش كل الوقت بعيونك، لانه انت اذا بتشوف اشي يعني الا ما تزهقوا بشي مرحله يعني. فحطه بمحل ممكن على ايدك هون، ممكن على الظهر، ممكن على الاجر، اشي اللي ما يكونش قدام العين كل الوقت. بالزبط. جميل جدا مريانا، بدنا نقول لك اول شكرا على هذا الحوار، يعطيك الف الف عافيه فعلا وبالنجاح، وان شاء الله دائما هيك من نجاحات لاكبر بكل المجالات. شكرا كثير لكم. شكرا كثير.